هذا الشارع في بغداد الجديدة، محله 713 زقاق 73 حي الخليج، فرع مأساوي المجاري يوميا بين يوم ويوم الطوف. لاحظ أمام أنظار السيد أمين بغداد المحترم. شنو صعب يعني أن نشوف صورة حل لهالمجرى؟ هذا الفرع الوحيد اللي تنسد به المجاري. ده تشاهدون ماكو صورة حل لهذا الموضوع. المفروض يسوون ربط حتى لا يوقف مية هنا، ربط على مجرى آخر يحفرون كذا. بلدية بغداد الجديدة ما شافوا أي صورة حل للأسف الشديد. وين واصل المي؟ تحياتي.